أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجدي الاثنين 23 أغسطس آب 2021. تعلى بالصبر والتزم بالهدوء ولا تغضب من الأشياء التي ليست تحت سيطرتك. لديك ميل لإخفاء مشاعرك الحقيقية، ولكن سرعان ما ستشعر بالرغبة في قولها كما هي. حاول أن تجلب المشاعر الطيبة إلى الجو في المنزل. لديك القدرة على تصحيح الموقف المحتضر وتحويله إلى قصة نجاح كاملة. إذا تمكنت من تغيير وجهة نظرك بشكل طفيف، قد ترى صورة مختلفة تماما تظهر، وصورة ترضيك أكثر بكثير. إن محاولة تحليل نقطة معينة بعد الإرهاق الكامل لن تجعلك أكثر نحو اتخاذ قرار. الرحلات في صالحك الآن، لا تتردد إذا كان من مصلحتك تغيير خططك. من الناحية المادية ستحقق نجاح أحلامك. يجب أن تتغير الحياة وتتحول على أساس مستقر حتى تظل جديدة ومثيرة للاهتمام. عاطفياً، لا تضيع الوقت في شيء من الواضح أنه مؤقت، ومن الأفضل أن تمر، لأنه عندئذ فقط في حياتك سيكون لديك شخص يحتاج حقا إلى مشاعرك. هذا هو الوقت الذي تكون فيه المشاعر عالية جدا، وقد تتفاجأ بمدى عمق مشاعرك. ستحظى بالإعجاب إذ لم تكن متسرعا، لذا ابقى هادئا وصبورا. لا تخاطر بذلك عند التغلب على المشاكل، فقد تؤدي إلى تفاقم علاقتك مع الدوائر التي تعيش فيها. لقد حان الوقت الآن لبناء خططك المستقبلية. لقد عرفت منذ بعض الوقت أنك تحتاج إلى التغيير إذا كنت ستعثر على سعادة حقيقية. يساعدك التحليل في الوصول إلى المعايير المطلوبة في علاقاتك. السفر الآن غير مرغوب فيه، كن حذرا عند تقديم الوعود. مهنيا، قد تتاح لك قريبا فرصة عقد اجتماعات مثيرة مع زملائك. فقط بالصبر ستتمكن من تثبيت ما تم تحقيقه حتى الآن. سرعان ما ستشعر بالنشاط والحيوية والرغبة الكاملة في العمل النشط. أصبح عقلك الآن أكثر تركيزا، مما يساعدك على توجيه طاقاتك إلى شيء واحد بدلا من الملايين. وهذا هو سر نجاحك. ضع في اعتبارك ما إذا كنت تفعل الخير غير المرغوب فيه حتى لا تكسب عدوا. قد ترغب في تجاهل المهام العاجلة للقيام برحلة. الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في التغيرات في حياتك، فقد تحتاج إلى اعتماد على مدخراتك ومن الشهر السابق، فستتمكن من التواصل إلى نوع من الاتفاق مع من حولك حول الطريقة التي ترغب في المضي قدما بها في خططك المستقبلية. كن منضبطا وباردا عندما يتعلق الأمر بمصالحك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.